خير. اليوم يمنا جو خريفي يخبل، وكل شوية تدخل لنا أوراق أشجار من الحديقة. أحلى ما بالموضوع أشرب قهوتي من الصبح بالكوب اللي أنا اشتغلت بإيديا. رح أمشي وياكم خطوة بخطوة شلون سوينا هذا الكوب الحلو. أطيب قهوة من الصبح، خططنا ولوننا بالألوان الصحيحة ودخلناها للفرن. لازم تنطبخ على مود ما يروح تعبكم، ونصير نستعملها كل يوم ونصير نغسلها بالماء. شايفين أوراق الأشجار؟ مليانة الشوارع أوراق أشجار. أحلى فصل بالسنة كلها هنا بكندا بالنسبة إلي هو فصل الخريف.